في الحديث الثالث من الأربعين النووية قدم أو قدم حج بيت الله الحرام على الصوم، بينما في أحاديث أخرى ذكر الحج في آخر الحديث مع القدرة على أدائه. نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم رتب أركان الإسلام بالذكر، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فإذا حصل في بعض الأحاديث اختلاف في الترتيب فإنه يرجع إلى هذه الأحاديث، يرد إليها ويفسر بها، فإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. نعم.